السلام عليكم الاخوان، معكم عمار بيدي جديد. المهم اليوم جينا بالزياره عند اخوان عفو ابطال جمعيه الحي الحسني، متواجدين في دار بوعزه، ونخليو الكلمه لاخوان عفو. قدموا لنا نفسهم. السلام عليكم، معكم حسين عفو عن موضوع عن جمعيه الحي الحسني. كنشكركم ومرحبا بكم في جميع الاخوان. كما كتشاهدوا ميمات ومستوى ان شاء الله راح نبريباري مستعدين السنه المقبله ان شاء الله. ومعنا اللي كيعاون الاخ عشر مبارك. معكم اهو انا عشر مباركي من خارج جديد ان شاء الله في الجمعيه ان شاء الله. نتمنى التوفيق هذا العام يكون بالنسبه لحميمه انجازات. كانوا ايش الانجازات العام؟ ان شاء الله كاينين انجازات العام الحمد لله. كاين انجاز في الطبقه ديال راس اومليه في جمعيه الحي الحسني. شحال؟ 5 كيلو. وكاين انجازات قبل العام اللي فات، كاينه 12 في راس اومليه. كاينه جمعيه في حد سوالم، كاينه جمعيه، كاين انجاز في راس اومليه، كاين انجاز 14 في الزراف، وكاين حميمات يعني كي بوانشي 17-18 كيلو يعني. ومعنا اخوان فتاح، شي كلمه في الحلقه. السلام عليكم ومرحبا بكم في الموقع ديال الاخوان عفو. معاكم من دابا كما كتشوفوا هو عز الدين والاخ عفو بس محمد ما كاينش. طونديم ديال جوج الاخوان تبارك الله، راه الوقت في مستوى، حميمات في مستوى، قلت العدد والارقام والله يسخر ليهم. كنتمناو لهم التوفيق كيف ما قلت قبيله في الفيديو، وانت اللي محقق كاتريام راس اومليه. تعود السلاله ديال الاخوان عبو، الاب ديالها هو اللي حقق كاتريام 5 راس اومليه، وان شاء الله راه غيولعكم فيه. بالنسبه لشي كلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة اللي غنقول إخوان عبو مع الدراري ديال المنطقة اليوم، اللي كنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، والله يسخر لهم ويسخر جميع الدراري إن شاء الله. الله يسخر. كما كننتظروا الأخ يجي منا ديما اللي دار 5 راسهم ليل، كما كتشوفوا اللوط ممتاز ما شاء الله. كما كتشوفوا اللوط اللوط حمام قليل واللوفت راه مزيان صحي. الله يسخر. هاي الحميمة، هاي الحميمة دير عيان شوية مسكين، لكن نوبو عليه الأخ ديالو ما كاينش بالنسبة لها الدكار. هذا الدكار عاطي تقريبا شي 3 الانجازات، راه هو عنده جوج انجازات، عنده كاتريام في حد سوالم، وعنده العام 5 في حي الحسني، وولدو ضرب كاتريام داك، ضرب كاتريام داك العام، هو ضرب تروازيام، ولدو ضرب كاتريام داك العام طنطان. بالنسبة لي السلالة ضرب طنطان هو ولدو، وضرب راس اومليه هو بنته. طنطان عند ضرب طنطان في حد سوالم تروازيام كاتريام هو ولدو، وضرب في حي الحسني 4 5 هو بنته. تبارك الله. ضرب هكا وضرب هكا. السلاله ديالو تحدث لنا عليه. الاخوان عبو هو اللي غادي يكون السلاله. تفضل في الحال سبحان الله. بالنسبه للسلاله ديالو على حساب ما قال لنا فيه، على حساب كان قال لنا شي بور وقيلا شي انثى اخرى. المهم ما متاكدينش، الاخ عز الدين ما عندوش التحقيق بالضبط، والاخ ديالو هو اللي عنده بحال اللي بغات تقول هو اللي مقابل وداك الشيء والتفاصيل هذا ما كان. المهم الانجازات حنا راه عارفين، وبطبيعه الحال حنا مولعين حدا بعضياتنا راه عارفين الانجازات. معنا الاخ طارق. طارق هذا هو منشط الجروب ومنشط كل شيء. اخوان كما كتشوفوا حنا عند الاخوان عبو متشرفوا بالكرم ديالو، راه بطل حتى هو، والله يسخر ليه ويسخر جميع المواليع. هادشي اللي بالنسبة تتا عندك مولع ضروري ويلي طريق راه ضروري شوية ماشي مولع اسمعي من الهواش المبتدئين ان شاء الله يكون خير. شي كلمة في حق اخوانه. اخوان عبو واش نقول لك، الله يسخر ليهم الناس مشكل مهمين، عندهم مولعات تبارك الله مزيانة، الله يسخر.
هاد الهميمة عندها 12 سيري، هاد الهميمة عندها 12 فراس أمني العام اللي فات. حساني. حد سوان. سوان. جميع حد سوان. كما تمرون شوف. قرب خود شوف العين تولع. هي الحميمة شباك الله. والأب ديالها عنده 14 فولة زرة. معنا اخ العربي شي كلمه في حق عباس ديال بطل من الابطال وقدر الله يسخر لي هذا العام شي انجازات مزيانه ان شاء الله نديرو شي اطلاله في اللوفت ندير شي اطلاله في اللوفت يلا نديرو شي ان شاء الله شي اطلاله في اللوفت ديال الاخوان الله يسخر هادو هما الحميمات اللي وجدوا للسنة 2020 هما الحميمات اللي غيناتهم ان شاء الله السنة هادي كما كتشوفوا ان راه كاين سلالات ديال لوفت اخوان تاه كاينه ديال لوفت اخوان عبيد بالنسبة لهاد النشوة هادي دايره سمارة هاد سوالم وهاد الذكر هذا الذكر هذا ولد خشوب ولي ضرب كاتريام طانطان هاد سوالم و جوج داكشي هادو هنا الذكر ولي قلتلك عندو 14 فولة زرار هذا فيه واحد ايراني وفيه واحد قنيطرية السولالة ديالي وتبارك الله هاد عندك هذا والسولالة ديالي تبارك الله كيلعبو من 100 ل 500 يعني جري لا بوانش وزاد بين شحال مرة 17 18 19 20 يعني كيجيو فوق عيش مزيان وكانت شي فاش يعني كيلعبو غير رجلو فهمتي كتجي الحمامة كضيع شويه ديال الوقت هنا كما كتشوفو راه كاين الحمامات تبارك الله كاين بالنسبة لهاد الشامبور هذا جدو دار نزيد برياج هذا جدو دار نزيد برياج هاد الاخوان هادي الشامبور هذا راه تسوى تيلا مزيان الاخوان باش يلعبوا هاد السنة وهاد النشوة خاصها تبقى هادو خوش كاين هما ثلاثة كيما كتشوف معانا وهادو هما الحميمات ان شاء الله اللي غينافسو هاد السنة هادي ونتمناو يكون خير وما يزيد من الارقام هذا الوقت في الجامعة لا دابا جمع هنا هي البلاصة ديال الكورة وكاين البلاصة ديال النشوة كيما كتشوف الاخوان هذا اللوفت ديال الاخوان عفوا الله يسخر ليهم ان شاء الله بحول الله سنة 2020 ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله هنا جمعية ان شاء الله هذا العام ان شاء الله ان شاء الله بحول الله الله يسخر لهم ان شاء الله وكما كتشوفوا خلينا تولعتوا معنا الله يعاون اخوان نخرجوا نعطيو شي كلمة السلام عليكم اخوان كيما شفتوا الله يسخر لهم ابطال الله يسخر لهم ان شاء الله في هذا العام 2020 ونعطيو كلمه نبداو من حق كلمه ختاميه والله يسخر اخوان عبو كنتمنوا لهم مسيره موفقه ان شاء الله هذا العام مستعدين مستعدين اكمل الاستعداد وكاع الدراري اللي في المنطقه مستعدين اكمل الاستعداد وتكون منافسه ان شاء الله زوينه الله يسخر اخر واش نقولوا الله يسخر اخوان عبو كما كتشوفوا ولاعه تبارك الله بصحه جيده والدراري راك مستعدين مزيان تكون المنافسه شرسه ان شاء الله واش نشكركم نتوما على هذه المبادره منكم نشكركم اخويا على احياء الولاعه الله يسخر الجميع ولكن من الاخوان عبو طال الشكر الاخ عمر الصادق ديالو والله يسخر ليهم هذا كنتمنوا التوفيق للاخوان عبو لجميع الاخوان ان شاء الله في المسابقات هذه السنه وان شاء الله كنتمنوا غتكون منافسه شديده كيف ما شتي معنا راه موجودين تبارك الله حميماش باش غادي ننافسوا هذه السنه وكنشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها وكنتمنوا لكم ان شاء الله التوفيق كلمة الأولى والأخيرة هو
الله يسخر الاخوان عبو وجميع الاخوان هذه المنطقه هذه. ونتمنى يكون موسم الجوز بغيت دري ان شاء الله ديال هذه المنطقه يكونوا من الاوائل ان شاء الله يكونوا مهيمنين ان شاء الله في الطاقات. الله يسخر الدراري كامل ان شاء الله. اخر كلمه اخر كلمه كنشكركم وكنشكر الاخوان وما نساوش الاخوان عبيد رشيد ومصطفى وكنشكر الاصدقاء اللي ما كيدخلوش لينا الكبيره والصغيره مشكورين جزيل الشكر والله يوفق الجميع. كما كتشوفوا الاخوان هنا سالنا الفيديو ان شاء الله زياره عند اخوان عبدو الى اللقاء في الفيديو. السلام عليكم الاخوان. بالنسبه للاخوان اللي كيقلبوا بغاو يصيفطوا لي شي ميساج في وما كيلقاوش كيفاش يديروا كتدخل هنايا تكتب في الفيسبوك قناه عمر للحمام غتطلع لك وغتورك عليها هي كتطلع لك كما كتشوفوا القناه هي هذه هي دي قناه ديال الفيس كما كتشوفوا الاخوان هي دي قناه ديال الفيسبوك الخاصه بي وكتقدر تصيفط لي شي ميساج بحال هكا اونفوي ا ميساج وراه نجاوبكم تشوفوا ونجاوبكم ان شاء الله. الى اللقاء اخوان. المهم اللي بغى يتراسل معايا راه فيسبوك قناه عمر للحمام يكتبها ويطلع لي. السلام عليكم الاخوان. اليوم جينا في زياره دائما ضرب عزه عند لوف اشرف اخوان عمران متواجدين في دار بوعزة اول عام ان شاء الله اول سنه اول سنه. معكم اخوكم في الله اشرف مباركي. معكم اخوكم في الله اشرف مباركي اول سنه ان شاء الله في الولاعه كيف ما كتشاهدوا معنا هذا هو اللوفت المتواضع ديالنا اللي غادي نلعبوا فيه السنه ان شاء الله وكنتمنوا يكون خير. الله يسخر معنا اخ طارق شي كلمه جميع الناس.